ولدت علا تحسين عبد الرؤوف الفارس في 6 نوفمبر لعام 1985. هي إعلامية وصحفية أردنية من أصول فلسطينية. تخرجت في الثانوية العامة بعمر 16، ثم التحقت بكلية الحقوق وأنهت دراستها الجامعية بعمر 19 من جامعة عمان الأهلية تخصص القانون. بدأت مسيرتها الإعلامية في عمر مبكر، وتعد أصغر مراسلة في الشرق الأوسط، وكان ذلك بعمر 17 بحسب مجلة أوك البريطانية. عملت كمراسلة أخبار لقناة العربية من الأردن لمدة 4 أعوام. التحقت بعدها في الأخبار في قناة MBC1 كمذيعة ومقدمة البرنامج الإخباري الاجتماعي MBC في أسبوع. في مطلع عام 2017 تقدمت باستقالتها من MBC للانتقال إلى مجموعة روتانا. تم تعطيل هذا التعاقد عام 2019 وأنهت تعاقدها فعليا معهم. في 31 من مايو عام 2019 أعلنت عن انضمامها لطاقم قناة الجزيرة لتقديم نشرات الأخبار وبرنامج منوع بعنوان مع أو ضد على قناة BN دراما التابعة للشبكة كمذيعة أخبار في قناة الجزيرة الإخبارية. تنحدر علا من عائلة انخرطت في العمل السياسي. كان جدها عبد الرؤوف محمد الفارس نائبا في الاتحاد الهاشمي العربي حين دخل العراق مع الأردن، إضافة إلى عمله كعضو في البرلمان الأردني الرابع في الأردن بالفترة من عام 1954 حتى وفاته عام 1984. هو ممثل الأردن في مجلس الاتحاد العربي. أما والدها تحسين عبد الرؤوف الفارس فانتخب نائبا في البرلمان الأردني عام 1985. عند تأسيس السلطة الوطنية الفلسطينية عام 1993 عمل كمستشار خاص للرئيس الراحل ياسر عرفات كسياسي مستقل لا ينتمي لأي حركة. تعرض لمحاولة اغتيال فاشلة ثم توفي في عام 1999 في الأردن. أقيمت له جنازة عسكرية شارك فيها الأمير حسن بن طلال. ربتها والدتها مع أشقائها الذكور 7. في عام 2016 خاضت للمرة الأولى تجربة التمثيل. شاركت بدور البطولة بالمسلسل البدوي الدمعة الحمراء، وهو من إنتاج قناة MBC1 إلى جانب الفنان السعودي تركي اليوسف. كما شاركت في عام 2019 بمسلسل صبر العذوب، وتم تصويره خلال عام 2018. شاركت في بعض المؤتمرات التي حلت عليها كمديرة جلسات ومتحدثة رئيسية، من أهمها الملتقى الإعلامي العربي في دولة الإمارات العربية المتحدة، المؤتمر العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة في دولة قطر، ملتقى توزر للموروث والثقافة في تونس، منتدى حماية الصحفيين في الأردن، ملتقى المرأة العصرية في السعودية، منتدى الاقتصاد الأخضر في دبي عام 2014 في دولة الإمارات العربية المتحدة، المؤتمر الدولي لاتحاد المنتجين العرب في مصر، ملتقى المجلس الوطني للسكان الأعلام والتثقيف السكاني في اليمن، المؤتمر الدولي 19 للإيدز في واشنطن، ملتقى المرأة العالمي في الهند، مؤتمر الشباب الدولي في الصحة والرياضة في البحرين، الملتقى الإعلامي العربي الإعلام تحديات وتحولات في الكويت، القمة العالمية للحكومات في دولة الإمارات العربية المتحدة. فازت في عام 2009 بجائزة ملتقى الإعلاميين الشباب العرب. في عام 2016 حصلت على جائزة رواد التواصل الاجتماعي في فئة خدمة المجتمع في الحفل الذي أقيم في دبي بحضور الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم. وفي الختام لكم مني أطيب الأمنيات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.